في شمال غزة يومياً تطلق جمعية الخدمة نشاطاتاً جديدة تحاول أن تخفف من أثر المجاعة المنتشرة هنا في شمال غزة. فشكراً لجمعية الخدمة وشكراً لمتبرعيها وشكراً لكل من ساهم في إسعاد وإسناد أهالي شمال، حيث سنوزع اليوم معجنات على أهالي شمال غزة في الشوارع محاولين أن نخفف من أثر المجاعة المنتشرة في شمال غزة. إيش اسمك؟ سوار. هذه هدية إليك، صحة وعافية. إيش اسمك؟ ليلى. هذه هدية إليك، صحة وعافية. ألكو، إيش اسمك؟ هذه هدية إليك. وانت إيش اسمك؟ هذول هدية لكم، صحة وعافية. عفواً.